السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا تكشف هجوما استهدف حاملة الطائرات روزفلت. وإلى التفاصيل. كشفت القوات الأمريكية اليوم السبت كواليس أعنف هجوم يمني في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات على كشفها وصول حاملة الطائرات روزفلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وأفادت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في تغريدات لها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأن هجوما جويا وبحريا تعرضت له خلال الساعات 24 الماضية. وزعم البيان الأمريكي بأن الهجوم تم بطائرات مسيرة وزوارق حربية مفخخة، زاعمة التصدي لخمس طائرات مسيرة وخمس زوارق حربية. ولم تكشف القيادة الأمريكية هدف الهجوم الذي يعد الأكبر منذ قرار أمريكا سحب حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور من البحر الأحمر قبل عدة أسابيع، لكن تزامن الهجوم مع تأكيد القيادة الأمريكية وصول روزفلت إلى المنطقة يشير إلى أن الهجوم كان يحمل رسالة باستهدافها إن لم يكن قد تم استهدافها بالفعل. يذكر أن القيادات اليمنية وعلى رأسها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي كان قد جدد أكثر من مرة تحذيره باستهداف روزفلت على غرار نظيرتها السابقة التي تعرضت لسلسلة هجمات أدت إلى انسحابها من البحر الأحمر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.